السلام عليكم. لو انا عايز اضيف الفضات للاوتوكاد فهاجي هنا هقول له كونفيج وادوس انتر، هخش على الفايل. هي الفكره كلها الاوتوكاد هو بيفتح بيروح لسبورت فايل ويبدا يشوف الحاجات ديت، تمام؟ هو بيحمل الفونتات اللي موجوده هنا. فحاجه من الاثنين، لما تاخد الفونت ترميه في الفولدر ده او تقول له اد وتضيف الملف اللي انت عايزه. فانا هاجي هنا واقول له انا عايز الفونتات اللي هنا، تمام؟ هاخد المسار دوت كوبي واقول له اد خلاص كده. لما اقفل الاوتوكاد وافتحه هيدور على الفونتات وتبدا تبقى موجوده معايا هنا. لو اللوحه فيها اي لوحه فيها فونت موجود هنا هيظهر معايا، لو مش موجود هتحصل مشاكل. او هفتح الفولدر كده واخد الفونتات اللي انا عايزها كوبي، بلاش تبقى كلها يعني، ناخد اللي احنا محتاجينه فعلا، اقول له كوبي وهرميه في الفولدر دوت، تمام؟ هشوف الفولدر ده موجود فين، في جوه فايل اوتو ديسك اوتوكاد 2012 فون، وارمي فيه الفونتات. خلاص اول ما يجي يفتح هيبدا ان هو يشوفها ويبدا ان هو يتفاعل معاها. طيب لو انا عايز احط الملفات بتاعت الطباعه، انزل هنا في برينتر سبورت فايل، الاقي الملفات ديت. ممكن تحط البوت ستايل تيبل في سيرش باص، لما تضيف برضه نفس الفكره، او تاخد المسار بتاعه اهوت وتقول له هنا بيست، هيظهر لك الملفات ديت. فتقدر ان انت تشوف الملفات اللي موجوده عندك وتظهرها هنا. على سبيل المثال انا عندي هنا شويه ملفات سي تي بي، منها مثلا الاي اي اي، هاخدهم واحطهم هنا واقفل الاوتوكاد بتاعي وافتحه، هتبدا تظهر معايا الملفات بتاعه الطباعه وتظهر معايا مشكله الفونتات اتحلت ان شاء الله.